الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله الحمد لله على ما أعطانا من الإنعام ووفق لنا لإتمام فريضة الصيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي هدانا دين الفطرة التي فطر عليها الأنام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله مؤسس شرائع الإسلام صلى الله تعالى عليه وسلم ما دامت الليالي والأيام وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الشرائع والأحكام أما بعد فيا أيها الناس إن الإسلام دين الفطرة قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم فأباح لنا الإسلام ما تقتضيه الفطرة السليمة والعقل القيم وإن العيد والسرور مما يقتضيه الطبع السليم فشرع لنا العيد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وقال عليه الصلاة والسلام فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاعي مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم ألا وإن من شعائر الدين في هذا اليوم صلاة العيد والاستمتاع لما بعدها من الذكر وإخراج ما وجب من صدقة الفطر وتجب صدقة الفطر على من ملك نصابا يوم العيد وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعدى قبل خروج الناس إلى المصلى وهي من متعلقات الصيام شرعت طهرة للصائم من اللغو والآثام ومن متعلقات صيام رمضان صيام ست من شوال قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله العلي الكبير المتعالي عن التشبيه والنظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله تعالى عليه صلاة تليق بجنابه القدير وعلى آله وأصحابه أولي المنافع والفضل الكبير وبعد يا